تجتاح موجة عاطفية الصين هذه الأيام بفعل فيلم يحطم الأرقام القياسية في دور السينما، يتناول الحب الأمومي والحنين إلى الطفولة الضائعة، إذ جعل عيون الصينيين تغرورق بالدموع ودفع الصغار والكبار إلى إعلان حبهم لأمهاتهم. هذا الفيلم مؤثر لجهة الحب داخل الأسرة، بكيت كثيرا، كان الفيلم طريفا في بدايته لكنه أبكاني بعد ذلك وفكرت بأمي. حقق فيلم مرحبا أمي في أقل من أسبوعين رابع أكبر إيرادات في تاريخ شبابيك التذاكر السينمائية في الصين، إذ تخطت ما يقرب من 660 مليون دولار، وهو رقم قياسي صيني لإيرادات فيلم من إخراج امرأة. ويتناول الفيلم قصة امرأة شابة حطمها موت والدتها، تحلم بالعودة إلى الماضي وتحديدا إلى اللقاء الأول بين والديها قبل ولادتها مباشرة، والهدف من هذه العودة تغيير حياة والدتها لجعلها سعيدة. مهما كانت الوالدة في الفيلم ضعيفة، استطاعت مع ذلك مساعدة ابنتها على العودة إلى المنزل، والأم في واقع الأمر تحمل أبنائها وبناتها، كتفاها الصغيران يجعلانها تبدو كما لو أنها تحتاج إلى الحماية، لكنها في الحقيقة هي التي تحمي أطفالها في معظم الأحيان. وحرك الفيلم مشاعر ملايين المشاهدين الذين تقاطروا إلى دور السينما لحضوره. ربما لدى الوالدين أمر ما لا ندركه أو لا نفهمه، في وقت يجدر بنا أن نكون أكثر تفهماً وأن نعتني ببعضنا. ويشكل هذا الفيلم الطريف والمؤثر باكورة أعمال المخرجة جيالينغ التي تؤدي أيضاً دور البطولة، وهو جزئياً يتناول سيرتها الشخصية. وأوضحت المخرجة أنها شاءت أن يكون الفيلم تحية لوالدتها التي فقدتها بفعل حادث وهي بعد في 19.